بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد المعبود، عنا بحكمته الوجود، وشملت رحمته كل موجود. أحمده سبحانه وأشكره وهو بكل لسان محمود، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الغفور الودود. وعد من أطاعه بالعزة والخلود، وتوعد من عصاه بالنار ذات الوقود. وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أخواني مجددا معنا من قناة شعلاوي باشا. اليوم إن شاء الله يكون موضوع شرحنا عن برنامج جميل جدا جدا، وهو من البرامج المشهورة حول العالم. وظيفة هذا البرنامج أنه يمكنني أن أقدر أن أقطع الاتصال مع الهاكرز حتى وكنت متصل معه على الإنترنت. وعندما نقول يمكنه قطع الاتصال الهاكرز بجهازنا، أي يعني يمكنه قطع أيضا أي اتصال بجهازنا هو غير آمن. بمعنى آخر، وليكن مثلا كما نعلم أن شركة مايكروسوفت تتجسس على مستخدمينها، أو ما أنا أصح تتبع مستخدمينها، يعني بتتابعهم عن طريق بعض السيلفرات. هذا البرنامج وظيفته بالتحديد أو بشكل عام هو مراقبة جميع سيلفرات الجهاز المتصلة وغير المتصلة، ويعمل لها دوما أو بعملية استمرارية عملية تحديث. وحين البرنامج إذا وجد بعض هذه السيرفرات غريب أو بعض هذه الاتصالات غريبا ومريبا، أو أيضا يكون مشكوك فيه، مباشرة البرنامج يظهر لك هذا السيرفر أو هذا الاتصال باللون الأحمر، وأنت دبل كليك عليه أو كليك شمال عليه ويظهر لك ثلاث خيارات. في خيار بلوك 5 دقائق، في خيار أنك خيار الأول تقدر مثلا تقطع الاتصال ربع ساعة، في الخيار الثاني ممكن مثلا تقطع الاتصال ساعة، بعد كده الخيار الثالث يمكنك قطع الاتصال نهائيا. كل هذا سوف نشاهده في البرنامج بالتفصيل. بداية نذهب إلى متصفحنا وندخل على هذا الرابط، سوف تجدونه إن شاء الله أسفل الفيديو. والبرنامج اسمه بوت روفلت، برنامج مشهور جدا جدا، ومعظم الناس تستخدمه حول العالم. وهذه طبعا واجهة موقع البرنامج، برنامج جميل جدا جدا وعن تجربة. نذهب على طول، هلأ هنا كده خيارين، في خيار بيقول لك بي نيو، وفي هنا خيار بيقول لك فري داونلود، يعني بيقول لك لو عايز برنامج تشتري اوكي، لو عايز تجربه نسخة تجريبية مجانية اوكي. احنا طبعا هنختار النسخة التجريبية، هندوس على فري داونلود. طبعا بعد ما ندوس طبعا على فري داونلود هيظهر لي هذه الصفحة. هذه الصفحة يا اخواني فيها خيارين، الخيار الاول بيقول لي يور نيم، احط طبعا اسمي طبعا، وبعد كده انا بقول لي حط ايميل ادرس، هحط الايميل ادرس يكون معايا ايميل ادرس. بعد كده هدوس له اقول له جيت فري بوت ريفولت، بمعنى بعد ما احط اسمي واحط الايميل طبعا بتاعي وادوس هنا على جيت فري بوت ريفولت، اذهب مباشرة الى ايميلي اللي انا حطه هنا من شوية، والاقي ان الموقع بعت لي رسالة. الرسالة دي فيها رابط، هضغط عليها، عن طريق الرابط داتي هقدر احمل البرنامج. طبعا البرنامج حملته قبل كده، مش محتاج طبعا احمله تاني. خلاص كده متصفح، ونروح الداونلود هلاقيه محمل. هذا هو يكون شكل البرنامج بوت رافلت سيت اب فيرجن 1، بالظبط طبعا فيرجن 1 فري، نسخه فري. هنيجي كده عليها ودبل كليك، ادوس طبعا يس، ادوس طبعا نيكست كنفس طبعا اي برنامج. هنا ادوس طبعا اي اجري، وافق طبعا على شرط استخدام هذا البرنامج. نيكست نيكست نيكست
دوستويس. اوكي دوستو نكست زي ما هي نكست. اخليه طبعا يشتغل على طول. هنا طبعا احدد خيار هو ضيف لي ايقونه على سطح المكتب، وهنا الخيار الثاني ده اخليه مباشره مجرد ما اشغل الجهاز يبدا البرنامج يشتغل لوحده، اقول له فينش. هو الآن البرنامج بدأ يعمل لي عملية بحث لاست جيت. قول لي انتظر قليلا. تمام، هو الوقت بيعمل عملية داونلود لبعض الملفات يعني الخاصة به، يعني يعمل لي برضه عملية تحديث لقاعدة بياناته. ننتظر معاه شوي، هو طبعا مش هيطول طبعا. هو البرنامج الآن إخواني انتهى من عملية التحديث طبعا لقاعدة بيانات. طبعا العملية دي بتاخد شوية وقت، احنا طبعا نسيبه براحته خالص، ياخد وقت يعمل تحديث براحته عشان البرنامج يقدر يشتغل بقدرة أفضل بشكل أحسن. الآن نذهب إلى علامة الساعة كده تحت اللي هي واخد الرمز ده، دبل كليك عليه. مباشرة هيظهر لي يا اخواني هذا هو شكله كما تروا امامكم. والله حظكم حلو. في بعض السيرفرات هنا عملت اختراق معايا، بس دي كلها سيرفرات الشركة يعني، وفي بعض البرامج اللي انا مثبتها عندي يعني تبع شركات يعني احيانا بتتجسس على خدمة عملائها. المهم هو الشرح امامكم الان، جميع السيرفرات او الاتصالات التي هي تاخذ اللون الاحمر هذه اتصالات مشكوك فيها، او بمعنى اصح اتصالات يراها البرنامج غير امنه. كل ما علينا نحن نفعله ايه، نيجي على الاتصال وليكن مثلا هذا، نوقف عليه كده وكليك شمال هيظهر لي ثلاث خيارات. الخيار الاول زي ما قلت لكم هنعمل له بلوك 15 دقيقه، والثاني هنعمل له بلوك لمده ساعه. احنا طبعا نختاره الاخير، نختار كده. كده انا بعمل كده، انا بقطع اتصال السيلفر ديتي او الاتصال ديتي مع جهازي نهائيا كما ترون امامكم يا اخوان. ونكرر الطريقة دي برضو مع باقي الاتصالات، ومعظم الوقت نفتح البرنامج من حين الى اخر، ان الجهاز إن اسف ان البرنامج طول ما هو شغال بيعمل عملية تحديث لهذه الاتصالات. وان البرنامج في حال اذا شك في اي اتصال انه اتصال غير امن مباشرة يظهر لك شكله باللون الاحمر كما رأيتم امامكم، وانت كل ما عليك انك كليك شمال تختار الخيار الثالث اي تعمل لي عملية قطع اتصال مع جهازك نهائيا حتى وان كنت انت متصل معه على الانترنت. هذا كان شرحنا لهذا الفيديو، امل ان شاء الله اكون قد افدتكم في هذا الشرح، وانا بانتظار اسئلتكم في كل ما تريدونه في عالم الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة. هذه قناة شعراء وباشا، وانا اخوكم محمود احمد. لا تنسوا عمل سبسكرايب لقناتنا وتعليقاتكم تهمنا حتى نكون نتواصل معكم بشكل أفضل.
شكرا لكم على المتابعة، دمتم في حفظ الله وسلامة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.